شبكة أخبار اللاذقية تقدم لكم ملخصا ميدانيا عن المجريات في مدينة اللاذقية ليوم الثلاثاء 11 من أيلول لعام 2012. يحاول النظام السوري يائسا أن يجعل هذا الشعب يستكين، فهو يحاول بشتى الطرق إخضاع مدينة تلو مدينة ليفرض سيطرته على البلاد، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، حيث أن شعب سوريا الذي عشق الشهادة لن يرضى عن النصر بديلا بعد أن استنشق أولى نسمات الحرية وضحى بخيرة شبابه في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. هو باطل جثم على صدور الشعب عقودا طوالا، لم يرحم صغيرا ولم يوقر كبيرا، فآن له الآن أن يزهق ولراية الحق أن ترفع فوق رؤوس العالمين. نبدأ بالأحداث الميدانية في مدينة اللاذقية. في حي الرمل الجنوبي المحاصر رصد انتشار للقناصة على أسطح المباني المحيطة بمعسكر الطلائع في الحي، كما نزف لكم نبأ استشهاد الطالب محمد أمير خرسوني، استشهد بتاريخ 22 أغسطس من الشهر الماضي وهو من اتحاد طلبة سوريا الأحرار بمدينة أريحة. يذكر أنه درس كلية الآداب قسم الجغرافيا بجامعة الحرية. وصلنا اليوم خبر استشهاده، نسأل الله الرحمة له ولشهدائنا الأبرار. ومع استمرار مسلسل الكذب والإجرام تم تأجيل جلسة محاكمة فضيلة الشيخ حسن صاري خطيب جامع صوفان سابقا في المحكمة العسكرية شهرا آخر، علما أن هذا هو التأجيل العاشر، وذلك بسبب تلفيق النظام تهمة له زورا وبهتانا، حيث افترى النظام على الشيخ بأنه قام بضرب مساعد بالأمن وكسر يده. كما رصد إطلاق نار قرب ساحة حلوم من قبل الشبيحة للتعبير عن حزنهم أثناء جنازة المجرم مهران إسماعيل، علما أنه كان يعمل في التشبيح باسم اللجان الشعبية. وعلى حاجز زوار الجامعة قامت عصابات الأمن والشبيحة بتفتيش دقيق على الهويات والسيارات، وخاصة السيارات المحملة بالأمتعة للنازحين من المدن الأخرى. كما شوهد تجول للسيارات الأمن مدعومة بعصابات الشبيحة في أحياء الطابيات والقصور وبستان السلباوي لترهيب الأهالي. كما رصدت 5 سيارات أمن محملة بالعناصر والعذاب الكامل ومعهم رشاش دوشكا من شارع قوتلي في حي الصيد. وفي خطوة تدل على مدى سقوط هيبة النظام في حياة الناس العملية، أطفال الحرية في اللاذقية يخرجون في مظاهرة غير مكترثين للأمن والشبيحة، معبرين في ذلك على جيل يرفض الخنوع. فهما قد النظام بشارا من السوريين، فإن هناك جيلا تلو جيل ولد ليفدي وطنه وأهله، حيث خرجت مظاهرة لبراعم ساحة العيد في قلب الحديقة هدفوا للحرية ونادوا قائدنا للأبد سيدنا محمد وطالبوا بإسقاط النظام. وبالانتقال إلى ريفنا الصامت جرى إطلاق رصاص كثيف من رشاشات ثقيلة على حاجز فرية باتجاه الجبال المقابل للحاجز. كما شوهدت عدد كبير من سيارات الإسعاف تحمل قتلى وجرح الشبيحة والأمن عند جسر الهنادي من المعارك مع الجيش الحر والشبيحة. كما قام الشبيحة بإطلاق نار كثيف لفتح الطرقات. كما نزف لكم نبأ استشهاد الشاب حسن شاكر ووالدته إثر استهداف قرية الخضراء في صباح اليوم بصاروخ. تجدر الإشارة إلى أنه من الساعة 6 صباحا وحتى 8:30 كانت القذائف الصاروخية والمدفعية تنهمر على المنطقة بشكل جنوني. كما جرى اندلاع حريق كبير بين قرية فرية الفوقانية وقرية تحتانية جراء القصف من الجيش النظامي، مع العلم أنها قرية موالية ولكن الجيش الحر قام بالسيطرة عليها. وشوهد تحليق للطيران العمودي في سماء قرى مدينة الحفة، بالإضافة إلى تحليق طيران فوق أوتوستراد اللاذقية حلب. وحدث قصف على جبل الأكراد نجم عنه سقوط عدة قذائف على قرية ترتياح تابعة لمصرف سلمى. كما جرى قصف صاروخي من قبل جيش الاحتلال الأسدي المتواجد في قرية باتي على قرية عبكو، نجم عنه سقوط أكثر من 10 صواريخ على القرية. كما قامت الطائرة العمودية في صباح هذا اليوم عند تحليقها في سماء قرى جبل الأكراد
بإلقاء برميل يحوي على المواد المتفجرة تي ان تي على قرية دويركة، ولكن بفضل الله تعالى لم تنتج عنه أي إصابات بشرية. وبالانتقال إلى طقوس العمرية، حدث هجوم لمجموعة من الشبيحة على قرية الشيخ جابر قرب العريضة، نجم عنه إطلاق نار على المنازل وإصابة طفل في رأسه وهو الآن في المستشفى. قام الأهالي بالإمساك بهم فتبين أنهم عناصر من الأمن قاموا بهذه العملية. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، سائلين الله عز وجل أن يفرج عن بلادنا وأن ينصر ثورتنا ويرحم شهداءنا. كان معكم عبد الرحمن اللاذقاني لقناة سوريا الشعب من اللاذقية.